حالات التسمم مجهولة المصدر تثير القلق في تطوان ونواحيها. سجلت حالات تسمم معوية في صفوف أشخاص من أعمار مختلفة بتطوان والنواحي، غالبيتهم لا يعرفون مصدر ما أصابهم، حيث تختلف الأعراض وحدتها بين أفراد الأسرة الواحدة. وذكرت يومية الأحداث المغربية في عددها اليوم الاثنين بأن الأسباب الحقيقية لحالات التسمم المتزايد تسجيلها في المنطقة مجهولة، حيث الأكل وحده ليس سببا وفق التخمينات، إذ يصاب أفراد دون آخرين ممن تناولوا نفس الوجبة، وبالتالي يستبعدون الطعام من قائمة الاتهام. وأكد مصدر طبي تزايد أعداد الوافدين على المستشفيات هذه الأيام بسبب تسممات المعوية، محذرا من إمكانية تفاقم بعض الحالات خاصة بالنسبة من لديهم مناعة ضعيفة.